بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس 57 في الشرح الثاني للرسالة القشيرية للإمام سيدي أبي القاسم عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين آمين. في المجلس الماضي بدأنا باب الخشوع والتواضع، باب الخشوع والتواضع، وهو باب طويل قرأنا فيه تقريبا نصفه يعني، وبدأه بآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع والتواضع لا تجده في كتب الفقه، تجده في كتب الآداب والتصوف. كتب الفقه بحثت في أسباب صحة العمل، وكتب التصوف بحثت في أسباب قبول العمل. ليس كل عمل صحيح مقبول، فالفقهاء غاية ما يبحثون فيه صحة الأعمال، أن يكون العمل صحيح فقها. أما علماء التصوف فهم يبحثوا في نقطة أخرى، لأن ليس كل عمل صحيح مقبول، فيبحثوا في أسباب قبول الأعمال. ولا شك أن من ضمن أسباب قبول الأعمال هذه الأخلاق الحميدة والتحقق بها والتخلق بها. وغاية المتصوف أن يتحقق بأحوال النبي. النبي كان له أحوال في قلبه وهو بيعبد ربه وهو بيمارس هذا الدين، له حال في قلبه، فكيف يكون قلبك على وفق إيه؟ قلب النبي. العلماء يبحثون أن يكون عملك وفقا لعمل النبي من حيث المرآة، الصورة. لكن المتصوف يبحث أيضا بجانب الصورة إلى حقيقة ما بطن في القلب. ووقفنا عند قوله: وقال الفضيل، أوحى الله سبحانه وتعالى، الفضيل هو الفضيل بن عياض، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى الجبال أني مكلم على واحد منكم نبيا، فتطاولت الجبال وتواضع طور سيناء، فكلم الله سبحانه عليه موسى عليه السلام لتواضعه. دي أخبار خدوها من الكتب السابقة، لكن النبي ما قالش الكلام. يعني علماء بني إسرائيل واليهود اللي أسلموا عندهم علوم من كتب سابقة، فإذا كانت العلوم دي توافق ما جاء في الدين وما حس عليه من أخلاق، فلا بأس من أننا نستعمله ونعلم الناس بيها. لكن إن كان يخالف ما عليه القواعد، يبقى ده مما حرفوه ومما بدلوه، نسميه إسرائيليات نتجنب. يبقى الإسرائيليات في نوع يتجنب، وهو ما خالف ما عليه عقائد المسلمين أو ما عليه فروع فقه المسلمين. وفي نوع تاني يوافق الأخلاق أو يوافق الفروع الفقهية والعقائد، فلا بأس من الاستدلال به تنشيطا للسامع وليس اعتمادا عليه. فهمت بقى؟ زي من باب بس التنشيط يعني، ومن باب العظة. واحنا عارفين ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خير ان يكون عبدا نبيا ولا ملكا نبيا، فاختار ان يكون ايه؟ عبدا نبيا، تواضع، فجعله نبي الانبياء. يبقى من تواضع لله رفعه، يعني هو نبي الانبياء الملوك، كمان نبيهم سيدنا محمد سيد ولد ادم، وهو أكثرهم تواضعا. فلما كان أكثر بني آدم تواضعا هو النبي، كان أعلاهم شأنا عند الله. فإذا سئلت من أكثر الناس تواضعا على الإطلاق من خلق الله من بني آدم، هو نبيا صلى الله عليه وسلم. يبقى من حتى لما ربنا أمر أن يقول للناس أنا سيد ولد آدم، فقال في الآخر إيه؟ ولا فخر. يعني أنا لا أقول ذلك تفاخرا، ولكن تحدثا بنعمة الله وبلاغا، لأن الله أمرني أن أبين. لكن هو لا يتكبر على الناس بما حباه الله من هذه المراتب العليه. قال: سمعت محمد بن الحسين
رحمه الله يقول: سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك يقول: سئل الجنيد عن التواضع فقال: خفض الجناح للخلق ولين الجانب لهم. خفض الجناح يعني إيه؟ يعني ما ترفعش نفسك عليهم، ادي خفض الجناح يعني التواضع. ولين الجانب يعني ايه؟ يعني يبقى عندك شفقة عليهم. يبقى التواضع هو عدم التعالي مع الشفقة. ده في رأي مين؟ سيدنا الجنيد. يبقى عدم التعالي على الخلق مع كمال الشفقة عليهم. كويس؟ إذا اجتمع الشفقة مع عدم التعالي على الخلق مع بعض كده ينتج منهم خلق التواضع. وكان وهب مكتوب، وقال وهب اللي هو وهب بن منبه المصري: مكتوب في بعض ما أنزل الله تعالى من الكتب: إني أخرجت الذر من صلب آدم. الذر اللي هو إيه؟ أصل الإنسان قبل أن يتشكل في صورة أجساد، لما كانت أرواح مصورة في إيه؟ في صلب أبينا آدم. يسموه ايه؟ عالم الذر. عالم الذر ليه؟ لانها كانت اجسام ضئيله جدا في جسم ابيك ادم، فسموها الذر، كانها ذرات يعني. اني اخرجت الذر من صلب ادم فلم اجد قلبا اشد تواضعا من قلب موسى عليه السلام لاهل عصره، مش مطلقا خد بالك، أشد تواضعا من قلب موسى عليه السلام، فلذلك اصطفيته وكلمته على أهل عصره وليس على كل أهل، كل أهل عصره. إمتى بقى؟ يبقى ما يجيش واحد يقول إيه ده؟ يقول قلب موسى، أمال فين النبي؟ أيوه، ما بيتكلم زي ما قال: يا بني إسرائيل إني فضلتكم على العالمين، يعني عالم زمانهم. فهمت بقى إزاي؟ يبقى هنا لما نظر الله سبحانه وتعالى لقلوب العباد في كل عصر، ربط ظهور كل قلب من هذه القلوب بزمن ظهوره، فيبقى أكثر القلوب تواضعا في كل زمن هي قلوب الأنبياء المبعوثة دي، عشان لازم يكونوا كمان أشفق الناس على الخلق، لأن شفقتهم على الخلق تجعلهم يصبروا عليهم ويتحملوا أذاهم وما يدعوش عليهم بسرعة. فهمت كمان؟ لكن أنت لو واحد تسلك على طرف تدعي عليه على طول، لأن أنت مش في خلق الأنبياء، الأنبياء عندهم أخلاق حاجة تانية، فاهم؟ يعني يؤذوا ويعصوا من قبل أقوامهم ويكادوا إلى درجة إنهم يبحثوا كيف يقتلوهم، ورغم كده يدعي لهم، مش يدعي عليهم، يدعي لهم. وسيدنا نوح ما دعاش على قومه إلا لما أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما ربنا قال له كده خلاص ما حدش فاهم تاني، قال ايه؟ ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديار. قبل كده ما دعاش، 950 سنه بيؤذى ما دعاش على حد، لانهم اكثر القلوب شفقه. فهمت بقى؟ يبقى في كل عصر اكثر القلوب شفقه على الخلق هم مين؟ هم الانبياء، يليهم الاولياء، لان الاولياء على قلوب الانبياء، الا انهم لا يوحى اليهم. الانبياء يوحى اليهم والاولياء لا يوحى إليه، لكن موفقين محفوظين. وقال ابن المبارك: التكبر على الأغنياء والتواضع للفقراء من التواضع. التكبر على الأغنياء يعني إيه؟ لدنياهم. يعني إيه؟ يعني بين نفسك إنك أنت للغني معرض عن دنياه، مش بتجبله، تكبره وتبجله علشان من الأغنياء. فهمت بقى ازاي؟ لا، يعني اعرض عن دنيا، عامله معاملة انه انسان يحترم بغض النظر هو يملك ايه. انما لو اقبلت عليه وفخمته لدنياه تبقى انت كده مش متواضع. يبقى التكبر على الاغنياء يعني مش معناه انك انت تتكبر يعني تتعالى عليهم، لا، تتعالى على ما في ايديهم من الدنيا، مش على اشخاصهم، لأن التعالي على أي شخص حرام. فلازم نفهم كلام المشايخ وإلا هتفهم غلط، لأن التكبر
حرام على كل حال، بل هو من الكبائر. فازاي يقول لك التكبر على الاغنياء؟ فهمت؟ يعني يامرك بفحش؟ لا، يقصد التكبر على غنى الغني مش على الغني. فهمت بقى ازاي؟ على غنى الغني، يعني على دنيا الغني. مش تقبل على الغني علشان عنده اموال وعنده بتاع علشان ينوبك منه ايه بعض النوال، لا. ادي معنى المقصود. يبقى التكبر هنا معناه الاعراض عن دنيا الغني، لا عن الغني نفسه كشخص. الغني نفسه كشخص يعامل معاملة محترمة لكونه انسان، لا لكونه يملك شيء من الدنيا. فهمت بقى ازاي؟ والتواضع للفقراء يعني معناه ايه؟ انك انت الفقير مش عشان فقير تستهين به، لا، ده اخوك ابن بني ادم. فهمت ازاي؟ فانت تعامل الناس بغض النظر عما يملكون وعما ايه يتولون من مناصب. الكل عندك محترم، الكل شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه اللي يطلب منه حاجه او يناديه يقبل عليه بكل، مش يلتفت له برقبته كده، لان لما واحد يناديك وتتلفت له برقبته برقبتك نوع من الاستخفاف. لكن النبي كان يلتفت بكله، يعني يهتم بكل انسان. وكنت حكيت لكم ان كان في امراه في المدينه عندها نوع كده من الخرف، يعني ذاكرتها ضعيفه خالص، تقوم تقول للنبي ايه، وهي مشهوره من اهل المدينه ان الست دي خرفانه، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي يا رسول الله، يقول لها لبيك، ما تجاوبش، تنسى هي كانت عايزه ايه، يقوم يقف في الشمس مستنيها تفتكر صلى الله عليه وسلم، مش يقول دي ست مكذوبه ما لهاش دعوه بيها، لا. يعني تواضع النبي جميل، ويقول لها لما تقعد تقف مستنيه بقى تفكر كتير وتنسى وهو مستنيها، يقول لها ايه، اذا اردت شيء في اي طرق المدينه شئت قولي لي اتي اليك. شفت جمال النبي ده مع مين؟ مع ست خرقاء، يعني ايه مخها فالت منها شويه بسبب ان هي ما عندهاش ذاكره وما كانش يستهين بحد صلى الله عليه وسلم ابدا. ليه؟ لانهم كلهم خلق الله. فاياك ان تستهين بانسان علشان هيئته الجسمانيه او علشان ضعفه او علشان جهله او علشان قله ماله او علشان طريقه كلامه. اياك اياك. الرسول صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر اذا اقسم على لا بر. يمكن اللي هتستهين بيه ده يطلع هو ده الولي الكبير قطب الزمان وانت مش واخد بالك. فهمت بقى ازاي؟ وقيل لابي يزيد متى يكون الرجل متواضعا؟ فقال إذا لم يرى لنفسه مقاما ولا حالا ولا يرى أن في الخلق من هو شر منه. يبقى التواضع أنك أنت ترى أنك أنت أقل الناس، وإحنا تربينا على كده، أخذنا العهود على مشايخنا أن إذا سئلنا وفي فيما بيننا وبين أنفسنا أن إحنا أقل الناس، أقل الناس بغير نعمة الله وفضله. فأي حاجة كمال فيك فده من فضل الله عليك، لكن انت من غير فضل الله عليك وستره انت اقل الناس. من اعتقد بان هو فوق الناس وليه حال ومقام، ده متكبر. ونسب لنفسه ما لا يملكه، نسب لنفسه ما لا يملكه، هو ربك اللي ملكك وهو اللي ادالك. فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا من الحاجات دي لانها مهمه. من لم يرى لنفسه مقاما ولا حالا ولا يرى ان في الخلق من هو شر منه. سيدنا عمر بن الخطاب يقول ايه؟ لو نادى منادي يوم القيامة كل أهل الموقف في الجنة إلا واحد لظننت أنه عمر. يبقى تربى على هذه التربية هو. بالرغم أن الرسول بشره بالجنة، يعني مش معنى كده أنا مش مصدق بشارة النبي، لا. النبي لما بشره بالجنة بشره بالجنة، يعني لو مات ساعة البشارة دي هيدخل الجنة، لكن هو عاش بعدها فربما يكون قصر. فهمت بقى إزاي؟ لكن النبي لما قال له أنت من أهل الجنة، يعني أهل الجنة الوقت لو مت في الحالة دي، لكن ده عاش بعد النبي سنين طويلة وتعرض لمواقف كثيرة، الله أعلم بقى نجح فيها ولا ما نجحش. عشان كده كانوا يخافوا على طول لا يركنوا لبشارة، لأن حتى لو جات لك بشارة فالبشارة تفيد اللحظة اللي انت فيها، هتجي لك بعد كده لحظات قد يتغير حالك. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده ناخد بالنا من الحكاية دي. يعني حتى لو شفت النبي في رؤية ورؤيته حق وقال لك يا يسري يا حبيبي انت من أهل الجنة،
يسري ده بقى لو حط في مخه ان هو من اهل الجنه ونام عليها هيبقى من اهل النار ان شاء الله. لانه حتى لو قال لك كده يعني لو مت في النومه دي، لو مت في النومه دي هتبقى من اهل الجنه، لكن انت استيقظت وقمت وفكرت وحسيت ان الرؤيه دي اديتك مقام فحسيت انك فوق الناس، يبقى انت فقدت البشاره، لان حصل لك حال في قلبك خلاك غير اهل للبشاره. فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا مش تركن لرؤيه شفتها من 10 سنين وتقلل اجتهادك، لا ما ينفعش، لان الرؤيه اذا جات لك ببشاره فالبشاره معناها لو مت في النومه دي. فهمت بقى ازاي؟ يعني لو طلعت روحك ان شاء الله على هذه الحاله نبقى نقول لك مبروك، يبقى جايه لك البشاره من النبي مبروك. لكن انت لسه روحتك رجعت لك تاني وقمت واستيقظت وعشت شهر وسنه و3 سنين و10 سنين وتعرضت لمواقف كثيره، يبقى تقلبت عليك الاحوال. فمن كده المؤمن لا يركن لبشاره، يسمع البشاره كانه ما سمعهاش، يقول يا رب سترك، نموت على الحال الكامله بتوفيقك وبفضلك. ادي المساله. سيدنا ابو بكر يقول لو كانت احدى قدمي ابي بكر في الجنه والاخرى في الايه خارجها لايه ما امنت مكر الله. طب النبي مبشره قال له انت رفيقي في الجنه. ايوه رفيقي في الجنه لما كان عايش مع النبي وايه وبيهتم بالنبي وبيخدم النبي، لو مات على هذه الحاله يبقى رفيقه في الجنه، لكن ده عاش بعد سنين خايب برضه في السنين دي عمل فيها ايه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى خوف الصحابه بالرغم البشاره ليس معناه تكذيب للبشاره، لا، لكن عدم ركون للبشارة لتغير الأحوال بعد البشارة. فهمت بقى إزاي؟ فربنا ينجينا ويثبتنا. وقيل التواضع نعمة لا يحسد عليها، والكبر محنة لا يرحم عليها، والعز في التواضع فمن طلبه في الكبر لم يجده. يعني التواضع، لأن التواضع فيه يعني إيه خفض جناح، فالناس تبقى شايفاك يعني كده راجل ايه يعني مالكش يعني حال عالي قدامهم، لان التواضع انك انت ما تحبش تبقى مشهور بين الناس ولا تحب الناس تشير اليك ولا تحب، فالناس تبقى غفلة عن الاخلاق الكريمة اللي فيك فما يحسدوكش على النعمة، لان التواضع محل القلب وما فيش نظر للقلب من الخلق. لكن الكبر، واخد بالك، الكبر بقى محنة، لأن كل الناس شايفة المتكبر ده تقوم تحتقره، فهي محنة. وعشان كده قالوا المتكبر ده عامل زي ما يكون واحد فوق جبل شايف كل الناس صغيرين والناس كلها شايفينه صغير برضه. فهمت ازاي؟ ادي المتكبر، والجبل اللي واقف فوقيه ده نفسه واقف فوق جبل نفسه شايف الكل، مش فاهم هو اللي فاهم، الكل ايه يعني مقصر وهو بس اللي عامل اللي عليه. يا سلام لو البلد دي فيها 2 مني كانت عمرت، وهي اصلا خربانه عشان انت فيها. فهمت ازاي؟ فما فيش داعي انك انت تاخد في نفسك الم. قال سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت ابا بكر محمد بن عبد الله يقول سمعت ابراهيم بن شيبان يقول الشرف في التواضع، الشرف عند الله يعني مش عند الخلق، لأن الخلق كل ما تتواضع كل ما الناس يمكن تتجرأ عليك. لما كان النبي أكثر الناس تواضعا ربنا حماه إنه غطاه بالجلال والهيبة عشان الناس ما تتجرأش عليه. يعني ربنا حمى تواضع النبي بإيه؟ بهيبة النبي. لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال تواضعه ده مش مغطى بالهيبة لكان الناس كلها تجرأت عليه. فهمت بقى إزاي؟ فربنا جعل الجلال الذي يحيط بالنبي والوقار نقاب يحتمي به تواضع النبي من سفاهة السفهاء. لكن لو واحد بسيط زي حالنا كده مش متغطى بالهيبة والوقار كلما ازداد تواضعا كلما تجرأ عليه الناس. خليهم يتجرأوا، ايه يعني ما يتجرأوا؟ هيتجرأوا فترة الدنيا، الدنيا قصيرة، لكن ده شرف عظيم عند الله. فهمت بقى ازاي؟ الشرف في التواضع، يبقى الشرف في التواضع يعني عند الله، الشرف عند الله، أكرمكم عند الله. والعز في التقوى،
يعني خشية الله وطاعته، والحرية في القناعة، لأن الحرية إنك أنت تتحرر من الحرص على أي شيء، ما تبقاش حريص على أي حاجة، اللي يجيبه لك ربك أنت راضي بيه، مش حريص على حاجة. الحرص يؤدي إلى إيه؟ إلى إنك تذل نفسك، زي ما بيقول كده المتنبي، يقول إيه؟ أذل الحرص أعناق الرجال. طول ما أنت حريص على حاجة والناس تعرف إنك حريص عليها يذلوك، فاهم؟ يبقى الحرية في القناعة، والقناعة إنك أنت ترضى بما قسمه الله لك، ولا تنظر لما في أيدي الناس، هي دي القناعة. وسمعته أيضا يقول، سمعت الحسن الساوي يقول، سمعت ابن الأعربي يقول، بلغني أن سفيان الثوري قال: أعز الخلق 5 أنفس، عالم زاهد وفقيه صوفي. لأن ما يبقى فقيه يبقى أعماله صحيحة، صوفي تبقى مقبولة. فهمت بقى إزاي؟ لأن التصوف يديله الأخلاق والآداب اللي بيه أعماله تقبل، والفقه يديله الأحكام اللي بيه تبقى أعماله صحيحة على وفق السنة. والعالم الزاهد، لأن العالم الناس تقبل عليه لعلمه، فيفرح بإقبال الناس والمناصب عليه، يقوم إيه؟ يحجب بعلمه عن إيه؟ عن الله. لكن لما يبقى زاهد في المناصب وزاهد في الناس مع كمال علمه، يبقى ده حاجة في الإيه؟ في المقام الأعلى. وغني متواضع، لأن الغنى يدي لك إحساس بإنك أنت إيه؟ قادر إنك أنت تجيب اللي أنت عايزه، وإنك أنت أحسن من غيرك، وإنك أنت معاك. فما يبقى مع الغنى ده تواضع وانكسار إلى الله، يبقى ده حاجة جميلة. وفقير شاكر، لأن مع الفقر ربنا يقلل الدنيا عندك، وتقليل الدنيا عندك ليس إهانة لك، بل لتتفرغ لطاعة مولاك ولا تنشغل به. فأحيانا إن ربنا يقلل الدنيا عندك إكراما لك، حتى لا تنشغل بإيه؟ بسوى الله. زي ما قلنا سيدنا عيسى ابن مريم كان يمشي وما كانش عنده ركوبة يركبها، يقولوا له: اتخذ لك حمار يا كلمة الله أو يا روح الله. قال: أنا أعز عند الله من أن يشغلني بحمار. فاهم؟ فالحمار ده اللي هي الدنيا، يعني الركوبة بقى والزهو. وفقير شاكر وشريف سني، لأن معظم الأشراف في العصر بتاعهم كانوا إيه؟ كانوا زعلانين من إيه؟ من بعض الصحابة اللي وقفوا ضد جدهم سيدنا علي، أغلبهم كده، بسبب قرب عهد الخلاف اللي حصل معاه ضد سيدنا علي وآل إلى قتله. فكان قرب العهد اللي هو 300 سنة الأولى دي، كان لسه الحوادث بتاعت الخلاف ضد سيدنا علي كانت ايه؟ بارزه في اذهان الناس، وما فعل في سيدنا الحسين وقتل سيدنا الحسين من اجل مناصب الدنيا وقتل ال البيت ومطاردتهم في كل مكان والتقييد عليهم، والا يخطبوا الجمعه والا يدرسوا للناس في المساجد وقيدوهم ويمنعوا الناس الحضور عليهم. كل ده يخلي الشريف بقى منقبض من ايه؟ من حكام عصره، اللي هم في منهم كانوا مناصرين للصحابه اللي وقفوا ضد سيدنا علي، فيقوم ايه؟ يبقى شويه متشيع ضد ايه؟ اخرين. لكن لو اجتمع فيه شرف النسب مع فراغ القلب من اي شحناء ضد اي انسان اخر، في المسامحه يعني، يبقى ده حاجه عاليه قوي. زي سيدنا الحسن وزي سيدنا علي نفسه. سيدنا علي نفسه ما كانش بيدعي على اللي خلفه، كان بيقاتلهم وما يدعيش عليهم. فهمت بقى ازاي؟ وما سمعناش ان سيدنا علي قال كلمه ذم واحده في معاويه، صح ولا لا؟ هات لي كده سطر واحد قاله سيدنا علي في من وقفوا ضده من الصحابه، ابدا. كانوا يذكروا عنده ولا ينطق ببنت شفا. فنتعلم الادب، واخد بالك؟ اللي هو نفسه صاحب القضيه كلها لم يخرج منه أي إساءة أدب لأحد، فما فيش داعي أنك أنت تتحجج بشرف نسبك لسيدنا علي أنك أنت تنحاز ضد إيه؟ أبي بكر وعمر وعثمان أو كل من إيه؟ كانوا سببا لتأخر الخلافة لسيدنا علي. فهمت بقى إزاي؟ عشان كده يقول لك شريف سني، يعني معتدل المزاج، مش متحيز لفرقة دون فرقة،
يعني شايف ان كل انسان ظهر منه شيء فده قدر الله في الامه، كان لابد هينفذ. فهمت ازاي؟ فيقوم يعذر الخلق جميعا. وقال يحيى بن معاذ: التواضع حسن في كل احد، لكنه في الاغنياء احسن. والتكبر سمج. سمج يعني ايه؟ يعني قبيح سخيف. فهمت؟ والتكبر سمج في كل احد، لكنه في الفقراء اسمج. تصور واحد فقير ومتكبر ومش طايق حد، يعني امال لو كان ربنا اداك شويه كنت عملت ايه يعني؟ فهمت بقى زي تبقى اسمك. يمكن الغني اما يبقى شويه يعني متكبر يقول معلش ده معذور، اصل الراجل يعني في منصب كبير ولازم يعمل يلي نفسه هيلمان كده عشان الناس ما تتجرأش عليه، يعني قد تجد له عذر. انما فقير كمان ومتكبر ايه؟ حاجه يعني تبقى سخيفه شويه. وعشان كده كان في ورد حديث: احب ثلاثه وحبي لثلاثه اشد، وابغض ثلاثه وبغضي لثلاثه اشد، منهم احب الايه؟ الفقير المتواضع، وحبي للغني المتواضع اشد. مش كده برضو؟ وقال ان عطاء ابن وقال ابن عطاء: التواضع قبول الحق ممن كان. ده كانه بيفسر حديث النبي، لان الرسول قال ان الكبر ايه؟ بطر الحق وغمط الناس. يبقى لما الواحد ينكر الحق دي علامة الكبر، أما تقبل الحق ولو عليك دي علامة التواضع. يعني التواضع في نوع من الانقياد للحق ولو كان على إيه؟ ضد مصلحتك. وقيل ركب زيد بن ثابت. زيد بن ثابت كان من كبار علماء الصحابة وكان أنصاري، وهو أصلا يعتبر شيخ المقارئ في عصر الصحابة. فهمت؟ لأنه هو اللي عهد إليه سيدنا أبو بكر الجمع المصحف، وبعدين جه سيدنا عمر عهد إليه جمع المصحف تاني، وجه سيدنا عثمان عهد إليه جمع المصحف الجامعة الأخيرة. فهو يعتبر شيخ مقارئ الإيه؟ العصر، عصر الصحابة اللي هو أشرف عصر. وكان بقى إيه كمان الرسول يقول عليه: أفردكم زيد، وأعلم الصحابة بعلم المواريث. فيعني يعتبر علامة كبير بقى. فهمت إزاي؟ قيل ركب زيد بن ثابت فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه. سيدنا عبد الله بن عباس بيمسك الركاب اللي هو بيحط الايه الانسان رجله فيه عشان يركب على الفرس، فبيثبت له الركاب لان الركاب ده بيتهز. سيدنا عبد الله بن عباس عايز يثبته له عشان يحط رجله. سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي، واخد بالك؟ يعني مقام عالي في حيث النسب، ومعروف ان هو حبر الامه، الا كان سنه اصغر من سيدنا زيد بن ثابت. فاهم؟ فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه، فقال له: مه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مه يعني ايه؟ توقف، ازاي هتعمل كده؟ هكذا امرنا. فقال سيدنا عبد الله بن عباس: هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. فاخذ زيد بن ثابت يد ابن عباس، قال له: طب ناولني ايدك كده، وراح مقبلها. وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التقبيل كان تقبيل اليد كان من أيام الصحابة، أهو قبلوا إيدين بعض يعني ما فيش مشكلة. الجماعة الوهابية يقول لك على السجدة الصغرى ومش عارف، مع إن هم بيزعلوا لما يلاقوا إيه أهل التصوف يقبلوا أيدي مشايخه ويقبلوا أيدي بعضهم البعض. الشاذلية عندنا في طريقتنا انك تقبل يد شيخك ويد ايه صديقك ويد من هو دونك، تقبل الكل. يعني عندنا تقبل اليد نوع من تهذيب النفس. فتسلمت على طفل تقبل ايده، سلمت على واحد ادنى منك في العلم او في السن تقبل ايده، قرين لك تقبل ايده، اعلى منك تقبل ايده، كله تقبل ايده. فهمت بقى ازاي؟ يبقى تقبيل اليد عند الشاذلية نوع من تربية النفس. فهمت؟ لكن الجماعة الوهابية لما يشوفوا إيه الجماعة الصوفية يقبلوا إيدين بعض يقول لك شوف بيعملوا إيه، في حين إنك أنت تشوفهم مع مشايخهم بيعملوا أكتر من كده. فهمت؟ هو الغباوة المعهودة عندهم وضيق الأفق. ربنا إيه يأخذ بأيديهم من نفوسهم فيرحلوا منها إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عاتقه قربة ماء، يعني شايل قربة ماء، وهو أمير للمؤمنين عنده خدم كتير، يعني شايل قربة مية على كتفه. ما كانوش عندهم حنفيات يعني
في بيوتهم كده. يعني انت اصلا بيتك اللي انت مش عاجبك ده كان يعني ما يحلمش بيه امير المؤمنين، في حمام وفي ميه وفي كابينيه خاص وفي، واخد بالك؟ يعني نعم كبيره، ورغم من كده مش عارفين نعيش. طب يا سيدي اما نشوف هتقول الحمد لله امتى؟ فسيدنا عمر بن الخطاب شايل قربة ماء وماشي وهو أمير المؤمنين، فقال له مين؟ عروة بن الزبير: يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك. عروة ده كان ليه قصر في المدينة، ولاد الزبير بن العوام كلهم كانوا أغنياء كبار، غنى فاحش يعني، وتجار والدنيا مفتوحة عليهم، فكان ليه قصر لسيدنا عروة في المدينة كبير، واخد بالك؟ شايف سيدنا عمر بن الخطاب ماشي، قال شايل قربة ماء، هو أمير للمؤمنين. فطبعا ايه ده؟ يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا، الناس كده تستهتر بيك. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، قولوا بقى وفود من الروم ووفود من الفرس، لأن فتح الفرس والروم على سيدنا عمر وهو كان خليفة، فقالوا الوفود دي من جميع أنحاء العالم مطيعين ومنقادين له. فبيقول إيه؟ دخلت في نفسي نخوة، يعني حس ان هو حاجه يعني، فاحببت ان اكسرها، يعني من باب التربيه يعني هو راقب نفسه فلقى انها ايه، جالها نوع من الزهو من كثره الوفود اللي جايه تبايعه على ايه، ان يكون اميرا لهم، فشاف نفسه حاجه يعني، فرح كده بنفسه، فرح ايه عشان يحل الاشكال ده، قام شايل القربه ومشي بطرقات المدينه عشان كل الناس تشوفه انه راجل بسيط. ومضى بالقربة إلى حجرة امرأة من الأنصار فأفرغها في إنائها، وكان بيخدم امرأة عمية من الأنصار، فملى القربة دي وراح إيه مللها إيه الإناء بتاعها رضي الله عنه. تربية نبوية كبيرة عالية. قال: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج الطوسي يقول: رؤي أبو هريرة وهو أمير المدينة وعلى ظهره حزمة حطب، وهو يقول: طرقوا للأمير، يعني وسعوا للأمير، وهو شايل حزمة الحطب اللي هيحطها عشان يطبخ عليها في بيته. أنت دلوقتي في بيتك إيه؟ تفتح الغاز الطبيعي وتشك تولع على طول. التانيين كانوا يروحوا يجيبوا حطب لسه، ويقعد ينفخ والدخان يطلع في عينيه ويعمل، ويقولوا الحمد لله، وأنت عندك نعم وعايش في قصور، ولكن أنت إيه للأسف مقصر في طاعة مولاك وشكر مولاك. وقال عبد الله الرازي: التواضع ترك التمييز في الخدمة. يعني ايه؟ يعني اما يجي له فقير ضيف يخدمه بنفس همة اما يجي له وزير ورئيس في البيت. فهمت؟ ما يميزش بالناس. يعني انا جالي راجل من كبار الاغنياء ومن ايه كبار المسؤولين زارني، هقابله ازاي؟ وجالي واحد انسان فقير بسيط، هقابله ازاي؟ فلو بقابل الاثنين بنفس الطريقه وبخدم الاثنين بنفس الهمه يبقى ده نوع من التواضع. فاهم؟ سمعت، قال: سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت محمد بن احمد بن هارون يقول: سمعت محمد بن العباس الدمشقي يقول: سمعت احمد بن ابي الحوارى يقول: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة. وعلشان كده كانوا الصوفية في زواياهم وتكاياهم كان المريدين هم اللي يقوموا إيه بتنظيف التكايا وغسلها والطبيخ وغسل المواعين وغسل الهدوم ونشر الهدوم وتنظيم الأحذية، لأن باب الخدمة ده في التصوف باب تربوي دلوقتي ما ايه ما بقاش موجود، قليل من ايه من اللي بيقوم بهذا. قال: سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت. وقال يحيى بن معاذ: التكبر على من تكبر عليك بماله تواضع. يعني التكبر معناه الاعراض عن دنيا غيرك، مش التكبر معناه التعالي، لا، يعني تعرض عن دنيا غيرك. لو واحد تكبر عليك علشان عنده مال ودنيا فانت تعرض عنه مخافة ان يظن انك اقبلت عليه لدنيا، ادي معناه.
وقال الشبلي رحمه الله: ذلي عطل ذل اليهود، يعني من كتر ما هو منكسر في نفسه، لأن ربنا بقى إيه ضرب على اليهود الذلة والمسكنة، فبيقول أنا ذلي في نفسي عطل ذل اليهود، يعني حتى أشد من ذل اليهود، ده بينه وبين نفسه. وجاءه رجل فقال له الشبلي: ما أنت؟ فقال: يا سيدي النقطة التي تحت الباء. فقال له: أنت شاهدي ما لم تجعل لنفسك مقاما. يبقى أنت شاهدي، يعني أنت على حالي من التواضع، يعني خليك معايا، طول ما أنت إيه لا تشعر لنفسك مقام بين الناس يبقى أنت إيه في تواضع. عشان كده قال له: أنت شاهدي، يعني صاحبي وصديقي، خليك معايا بقى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه، مش قاعد كده مأنب وقرفان حتى من نفسه، فهمت ازاي؟ عادي يعني يقعد كده قاعد في مجلس والناس كلها بتشرب والإناء بيدور يشرب، بسيطة يعني. يقول لك: ما هو كده هيتنقل له عدوى. عدوة ايه يا عم؟ ده انت بتتنفس جميع الميكروبات في الهواء، الهواء اللي احنا بنتنفسه ده فيه كل الميكروبات، مش معنى ما بتعياش يعني، لأن ربنا لا يكتب المرض إلا لما يكون أذن للميكروب إنه إيه؟ إنه يشتغل. لكن أنت أصلا بقك ده طلع منه عينة كده وديها كده مزرعة حساسية وأنواع الميكروبات في المعمل، هيلاقي المعمل عنده طباق مليانة أنواع كلها، دي من فمك بس، من ريقك، فهمت إزاي؟ أكتر من 50% من حجم البراز ميكروبات، ده في الإنسان السليم، فهمت؟ وده قاعد عامل كده اهو، انلب كده مش عايز، بطل بقى يعني. وقال بشر: سلموا على ابناء الدنيا بترك السلام عليهم، يعني لا تسلم على ابناء الدنيا توددا وتقربا لدنياهم. ادي معنى كلام، مش معنى كده ما تسلمش عليهم، لا، يعني ما تسلمش عليه انت دلوقتي في ناس كتير يلاقيك راكب عربيه بتاع، يقوم يعمل ايه؟ كل سنه وانت طيب، ازيك سعاده البيه، كل عام وانتم بخير، يعني معناه اديني حاجه، يبقى بيتودد ليه؟ عشان نظري، عشان هو ده مش كده، ما ينفعش. لكن هم اهل التصوف مش عايزين يبقى الانسان بهذه الصوره، يتودد لاهل الدنيا عشان ياخد فتات منهم، فهمت بقى ازاي؟ طبعا انت بتشوف الناس دي ابو فوطه، واخد بالك، واقف لك على النواصي وكل شويه يقول كل سنه وانت طيب، سنه وانت طيب، كل يوم عنده كل سنه وانت طيب، وسنه يعني كل شده، يعني كانه بيقول لك كل شده وانت طيب، يعني لان سنه عند العرب معناها الجدب، يعني حتى بيدعي عليك يقول كل عام وانت طيب، طيب، لان العام معناه الرخاء، فاهم؟ لكن معلش. وقال شعيب بن حرب: بين أنا في الطواف إذ لكزني إنسان بمرفقه، يعني إيه؟ يعني خبط واحد بمرفقه، الناس بتطوف بتعمل ماشية كده، فأمكوع واحد، مرفق واحد خبط فيه، فإذا هو الفضيل بن عيار، فقال: يا أبا صالح، إن كنت تظن أنه شهد الموسم شر مني ومنك فبئس ما ظننت. موسم يعني موسم الحج كله، ودول كانوا ايه؟ كبراء عصرين من الاولياء، لكن هم شايفين في نفسهم كده. المهم انك انت تبقى شايف في نفسك انك ولا حاجه، طول ما انت شايف نفسك ولا حاجه تبقى عند الله حاجه، واول ما تشوف نفسك حاجه تبقى عند الله لا حاجه، فهمت بقى ازاي؟ حتى المصريين يقول لك: اصله شايف نفسه شويه، يعني ايه؟ يعني ابعد عنه، شايف نفسه شويه ده يعني مريض بالكبر، فاهم؟ وقال بعضهم: رأيت في الطواف إنسانا بين يديه شاكرية يمنعون الناس لأجله من الطواف. الشاكرية اللي هم الحراس، بودي جاردز، يعني واحد بيطوف فإيه، فجايب له بودي جاردز كده يحوطوا عليه علشان لما يجي يطوف إيه براحته. فبيقول: رأيت في الطواف إنسانا بين يدي شاكرية يمنعون الناس لأجله من الطواف، عن الطواف،
ثم رأيت بعد ذلك بمد على جسر بغداد يسأل النشيان، بيشحت يعني. شوف بعد العز اللي كان فيه، شافه بقى في بغداد بعد عدة سنوات فقد منصبه وماله وجاهه، واقف بيشحت على جسر بغداد. فتعجبت منه فقال لي: أنا تكبرت في موضع يتواضع الناس هناك، فابتلاني الله سبحانه بالتذلل في موضع يترفع فيه الناس. وبلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنا له اشترى ايه عندك مكتوبة ايه؟ فص. عارف انت فص بقى سوليتير وحاجات اللي بتبقى غالية دي بقى، من الماس مثلا، حاجات الغالية يعني. أن ابنا له اشترى فصا بألف درهم، فكتب إلي عمر: بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم، فإذا أتاك كتابي هذا فبيع الخاتم وأشبع ألف بطن، واتخذ خاتما من درهمين، واجعل فصه حديدا صينيا. أنت عارف الحاجة الصينية طول عمرها رخيصة، حديد صيني حاجة رخيصة، ده من أيام طول عمر الصينيين إيه عندهم بضائع رخيصة يعني. واجعل فصه حديدا صينيا، واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وقيل عرض على بعض الأمراء مملوك بألف درهم، فلما أحضر الثمن استكثره، فبدا له في شرائه، فرد الثمن إلى الخزانة، فقال العبد: يا مولاي اشترني، فإن في بكل درهم من هذه الدراهم خصلة تساوي أكثر من ألف درهم. فقال: وما هي؟ فقال: أقلها وأدناها ما لو اشتريتني وقدمتني على جمع مماليكك يعني، لا أغلظ في نفسي، لا أتكبر في نفسي، وأعلم أني أنا عبدك مهما قدمتني وأعطيتني يعني. فاشتراه، عرف أنه عنده نوع من التواضع وعدم التعالي يعني. وحكي عن رجاء بن حيوة أنه قال: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو يخطب، وكان أمير للمؤمنين ساعتها، باثني عشر درهما، وكانت قباء وعمامة وقميصا وسراويل وخفين وقلم سوى. وقيل مشى عبد الله بن محمد بن واسع مشيا لا يحمد. محمد بن واسع ده من كبار الأولياء، ابن عبد الله، شاب بقى كده وماشي كده مشية فيها تبختر ولابس بقى وفرحان بنفسه. فقال له أبوه: وتدري بكم اشتريت أمك؟ بثلاثمائة درهم، وأبوك لا أكثر الله في المسلمين مثله أبدا، وأنت تمشي المشي دي؟ فهمت يعني، انكسر شوية ولا تمشي في الأرض مرحا، مش كده برضه؟ واقصد في مشيك واغضض من صوتك. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أحمد بن الفراء يقول، سمعت عبد الله بن منازل يقول، سمعت حمدون القصار يقول: التواضع ألا ترى لأحد إلى نفسك حاجة، لا في الدين ولا في الدنيا. يعني تجعل حاجتك لله، ما تعتمدش على أحد، ولا تنتظر خير يجيلك من حد، ولا تخاف شر يأتيك من أحد، لأن لا يملك خيرا ولا يملك شرا. فهمت بقى إزاي؟ يعني خلي أملك في الله وثقتك في الله. وقال إبراهيم بن آدم: ما سررت في إسلامي إلا ثلاث مرات. مرة كنت في سفينة وفيها رجل مضحك، كان يقول، مضحك يعني إيه؟ يعني بيهزر كده وبيضحك الناس. كان يقول: كنا نأخذ العلج في بلاد تركيا كذا، وكان يأخذ بشعر رأسي ويأذني. هو يعني إيه؟ إبراهيم بن آدم قاعد في السفينة شكله أقل واحد وأفقر واحد. فالراجل لما بإيه عايز يبين يعني كانوا بيعملوا إيه في الأسرة بتوع الروم، بياخدوهم إزاي من شعرهم، يقوم يمد إيده في شعر على شعر سيدنا إبراهيم بن آدم لأنه أقل واحد مظهرا في المدينة في السفينة، فيقول له إيه: كنا نأخذ العلج، عارف العلج اللي هو القوي اللي المصريين يقول لك العجل، يقول بدل العلج يقول لك العجل، الراجل زي العجل يعني ضخم الجثة يعني، فاهم؟ فالعجل هي العجل، العلج، العلج والعجل معنى واحد بقى يعني. ايه بيسموه ايه؟ نفس الحروف تنتقل داخل الكلام زي يفحر يحفر، نفس المعنى. فالعلج والعجل معنى واحد يعني ضخم الجثة من الكفار.
كنا نأخذ العلج في بلاد الترك هكذا، وكان يأخذ بشعر رأسي ويهزني، فيسرني ذلك إنه شايفني أقل واحد. شو يقول له إيه ده بتعمل فيا كده ليه؟ لا هو سايب له شعر ويعمل فيه اللي يعمله، والناس تضحك وهو مبسوط. مبسوط ليه؟ لأنه ليس له منزلة أمام الناس، وهو أصلا عايز إيه؟ يبقى ليس له منزلة أمام الناس، لأنه لم يكن في السفينة أحد أحقر في عينه مني. وتاني موقف، كنت عليلا في مسجد، يعني مريض في مسجد ونايم كده مش قادر يتحرك، فدخل المؤذن وقال اخرج، فمش قادر يقوم من المرض، فأخذ برجلي وجرني إلى خارج المسجد، جره كده زي ما كأنه بيجر إيه يعني كرسي. والثالثة، كنت بالشام وعلي فرض، فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل لكثرته، فسرني ذلك، يعني قلة إيه؟ قلة الترفه، لأنه كانوا بيسافروا كتير في الصحارى ويقعدوا كتير ما يستحموش بسبب السفر في الصحراء. وده يبين لك إيه كمان؟ إن الإمام أبو الحسن الشاذلي عمل ثورة في التصوف. التصوف قبل سيدنا أبو الحسن الشاذلي كان الصورة دي، إنك تلبس أقل الثياب و يعني تترفه أقل الترفه، فتقلل استعمال المياه واستعمال الصابون، وتبقى كده شكلك كده متقذر أمام الناس. كانوا بيعتبروا التصوف ده كسر للنفس. جه سيدنا أبو الحسن قال لهم لا، التصوف مش كده، التصوف محله القلب، البس أفخر الثياب ونظف نفسك وكل ما شئت من حلال، والعبرة بالقلب مش بالمظهر. مظهرك كده كأنه بيقول للناس اعطوني، ومظهري يقول للناس ايه؟ انا مستغني عنكم. فسيدنا ابو الحسن الشاذلي عمل انقلاب في طريقة التربية الصوفية، عشان كده يعتبر ايه؟ عمل ثورة في التصوف. سيدنا ابو الحسن الشاذلي لما عمل الثورة في التصوف كسر اتباعه، لان في ناس كتير ما تقبلش انها تعيش العيشة دي، يبقى قاعد مأمل وقاعد مش عارف ايه، وقاعد شعره منكوش وما حلقوش بقاله كتير ومعهوش مشط حتى يسرحه، الناس مش كتير من الناس مش هتقبل كده. وكانوا يقول لهم التصوف انك تعمل كده، سيدنا ابو الحسن قال لهم لا، انت ممكن تصل الى الله وانت نظيف، والله جميل يحب الجمال، والنبي كان يلبس الثياب النظيفه، وكان وكان وكان. فهمت بقى ازاي؟ فعمل ثوره كبيره في التصوف سيدنا ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وارضاه، فكان يركب افخم الركوبه ويلبس افخم الثياب. سيدنا المرسي ابو العباس كان عايش في قصر، وكان هو شيخ الطريقه الشاذلي. فهمت ازاي؟ بعد مرور زمان طويل التصوف حصل فيه بقى ايه؟ ركون لملذات الدنيا. يعني ايه؟ يعني سيدنا ابو الحسن قال خدوا من الدنيا من ملذاتها بقدر الحاجه، طالما من حلال، لكن ما تاخدش وتشبع. بمرور الوقت نشأ فرقه من الشاذليه شبعوا من نعم الدنيا وبقى مترفهين، ويأخذوا من زينة الدنيا فوق الحاجة. جاء سيدنا بالعربي الدرقاوي عمل ثورة تانية. فهمت ازاي؟ صحح المفاهيم وقال ان المدرسة الشاذلية ليس المقصود منها الشبع من الحلال، واخد بالك ازاي؟ لا، اخذ الحاجة بقدر الحاجة من الحلال، وليس المقصود بها الترفه. فهمت بقى ازاي؟ ففي كل مرحلة الناس ساعات يجي ايه، سيدنا ابو الحسن عمل الحكايه دي، فالناس ايه بالغوا فيها على مر 200 300 سنه فغيروها عن اصلها مقصدها. فجاء سيدنا ابو العربي الدرقاوي يعتبر عمل ثوره كبيره في ايه، في المدرسه الشاذليه، عشان كده يعتبر هو مجدد بعد سيدنا ابو الحسن في المدرسه الشاذليه. سيدنا ابو الحسن مجدد في طرق التصوف كلها. فهمت بقى ازاي؟ سيدنا العربي الدرقاوي كان مجدد داخل المدرسه الشاذليه، أعاد تاني مرة أخرى الشاذلية المرفهين اللي عاشوا على الترفه، واخد بالك إزاي؟ وانكبوا على ملذات الدنيا، وقال لك التصوف ليس هو ترك ملذات الدنيا، فانغمسوا فيها. فهمت إزاي؟ فأصبحوا ما لهمش حال في قلبهم، فغروا الناس وحجبوا الناس عن الطريق. جه سيدنا العربي الدرقاوي قال لهم لا، من المسألة مش كده، سيدنا أبو الحسن ما كانش يقصد كده، ده أنتوا كده حرفتوا كلامه. فهمت بقى إزاي؟ فعمل بقى مدرسة، وعشان كده سيدنا ابو العربي الدرقاوي يعتبر اعاد الجهه الصحيحه في السير الى الله بعدما كادت تنحرف. فهم؟
وفي حكاية أخرى عنه قال: ما سررت بشيء كسروري أني كنت يوما جالسا فجاء إنسان وبال علي. يعني قاعد جالس، طب اللي أنت عايز تبول تعمل إيه؟ تدور على كناسة وزبالة تتبول فيها. هو قاعد بقى في الضلمة كده افتكر دي كومة زبالة، افتكروا كومة زبالة فجاء بال عليه. فهمت بقى إزاي؟ فهو شاف إن هو حقق مقصوده من كسر نفسه أمام الناس. لكن احنا قلنا المدرسة الشاذلية غيرت هذه الأساليب وأصبحت ليس هذا هو الطريق إلى الله. فهمت بقى إزاي؟ غيرت الأساليب. وقيل تشاجر أبو ذر وبلال رضي الله عنهما، فعير أبو ذر بلالا بالسواد فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنه بقي في قلبك من كبر الجاهلية شيء، وهو الفخر بالمظهر والمظاهر. فألقى أبو ذر نفسه وحلف ألا يرفع رأسه حتى يطأ بلال خده بقدمه، فلم يرفع حتى فعل بلال ذلك. يبقى كانوا بيأدبوا نفسهم في الحال. ومر الحسن بن علي رضي الله عنهما بصبيان معهم كسر خبز، فاستضافوه فنزل. سيدنا الحسن ابن علي، سيدنا الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام، سبط ايه؟ سبط النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي مع صبيان كده، صبيان عندهم شوية ايه؟ خبز مكسر كده، قالوا له اتفضل كل معانا. فهمت ازاي؟ فنزل وأكل معهم، ثم حملهم إلى منزله، وأطعمهم وكساهم. قال: اليد لهم، لأنهم لم يجدوا غير ما أطعموني، ونحن نجد أكثر منهم. يعني هم كمان أفضل مني، لأن هم أطعموني بكل ما عندهم، وأنا أطعمتهم ببعض ما عندي، فيبقى هم ما زالوا أفضل مني. فهمت بقى؟ وقيل قسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحلل بين الصحابة من غنيمة، فبعث إلى معاذ حلة يمنية فباعها واشترى 6 أعبد واعتقه. سيدنا معاذ ما كانش يحب إيه يقتني حاجة من الدنيا، عشان كده سيدنا رسول الله الوحيد معاذ اللي أباح له الرشوة. الرشوة دي حرام، ملعون الرشوة، إلا معاذ بعث قاضي لليمن وأحل له الهدية. فقالوا له: يا رسول الله، أنت مش حرمتها على كل العمال ياخدوا إيه؟ قال معاذ: إذا أخذ يتصدق لا يأخذ لنفسي، أنا عارف. فهمت بقى؟ فسيدنا معاذ كان إيه؟ كان مشهور بأنه لا يأخذ الدنيا ليقتنيها، بل إذا جاءته يدفعها لغيره. فجاء نصيبه حلة يمنية فخمة، إيه؟ إدها له سيدنا عمر بيقسم على الصحابة. فراح جاء الحلة دي عمل إيه؟ باعها واشترى 6 عبيد بتمنها، لأن هاند ميد بتبقى غالية، الحاجات الهاند ميد لحد يومنا هذا الهاند ميد غالي جدا. فهمت بقى؟ كانش لسه بقى فيه المكن والبتاع، كله غزل، فكانت تبقى الحلة غالية جدا. فهمت؟ فراح باعها واشترى بيها 6 أعبد واعتقهم. فبلغ عمر ذلك، فكان يقسم الحلل بعده. فلما بعت له بقى في المرة الثانية اداله حلة أردأ شوية، رديئة شوية. قال لأنه ده بيبيعها مستغني. فعاتبه معاذ. معاذ بيقول له: ليه أنت بتديني أدنى من إخواني؟ فقال له عمر: لا معاتبة، لأنك بعت الأولى، يعني أنت مستغني. فقال معاذ: وما عليك، أنت مالك؟ أنت مش ده نصيبي؟ أتصرف فيك كما شئت، أبيع ما بيعش، أنت بتديني نصيبي. فهم؟ وما عليك، ادفع إلي نصيبي وقد حلفت لأضربن بها رأسك، وهو أمير المؤمنين. فقال عمر: هذه رأسي بين يديك، وقد يرفق الشيخ بالشيخ، بس ما تضربش جامد. رضي الله عنه. دول الايه؟ اهل التواضع اللي ربنا علمهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم الاخلاق الحميده. ونقف عند هذا الحد، نكمل يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين. كانوا بنبيهم دي.